ونحن شركاء في هذا الطرح وفي هذا الأمل. القاضي سعادة القاضي سليم جبران هو من مواليد حيفا، أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة رسانطة في عكا. في العام 1968 أنهى دراسة الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على رخصة مزاولة المحاماة في العام 1970. بين السنوات 1970 وحتى 1982 عمل كمحام مستقل، إلى أن تعين في سلك القضاء في العام 1982 كقاضي في محكمة الصلح في حيفا. في العام 1993 تعين قاضي في المحكمة المركزية في حيفا. في نيسان من العام 2013، قبل أقل من 10 سنوات، تم تعيينه قاضي مؤقت أو تعيين فعلي في المحكمة العليا في البلاد لمدة سنة. في نهاية هذه السنة تم تعيينه كقاضي دائم، وهو القاضي العربي الأول الدائم في المحكمة العليا، وهو يشغل هذا المنصب منذ تلك السنة. القاضي سليم جبران له أيضا سيرة من العمل الجماهيري والأكاديمي. هو أيضا عضو مجلس أمناء جامعة حيفا، وعضو إدارة المركز اليهودي العربي هناك. حصل أيضا على دكتوراه فخرية من جامعة حيفا. من مهامه الجماهيرية السابقة أنه كان رئيسا لصندوق تسلتنر للبحث القانوني، وهو صندوق مشترك لنادي روتري وجامعة تل أبيب. وكان أيضا عميدا لحركة ولنادي الروتري في البلاد، كما ودرس أيضا في كلية الحقوق في جامعة حيفا. للقاضي جبران اهتمام خاص ونشاط جماهيري في تطوير العلاقات بين اليهود والعرب، بين الديانات، بين الثقافات، بين الحضارات داخل البلاد، وفي مؤتمرات دولية أيضا نحو هذا الهدف. فاسمحوا لي أن أقدم المحاضر المركزي في افتتاحية هذا المؤتمر سعادة القاضي سليم جبران، وهي مناسبة لأن نشكره على تخصيص الوقت لمشاركتنا هذه المحاضرة، وأيضا لأن يشاركنا هذه التجربة من الاستماع إلى محاضرة قانونية حقوقية باللغة العربية من قاضي لمحكمة العليا في إسرائيل. فشكرا سعادة القاضي، وأدعوك لإلقاء الكلمة. شكرا. أسعدتم صباحا، بوكريتوف. لابد في البداية من كلمة تحية للدكتور يوسف جبرين على كلماته الرقيقة بتقديمه لي، وبهذه المناسبة أيضا أحيي المبادرين على تنظيم وإقامة هذا المؤتمر المهم على مكانة اللغة العربية لإبرازها وإبراز أهميتها، وأمل أن تستمر هذه الفعاليات أيضا في المستقبل. تبلورت مكانة اللغة العربية وتطورت في إسرائيل على مر السنين، مع الأخذ بعين الاعتبار مجريات الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية. ارتفعت أهمية اللغة العربية من خلال مسارين أساسيين. كان المسار الأول وسائليا مساعدا، تعتبر في إطاره اللغة كأداة يتواصل بها الفرد مع الآخرين عبر ظواهر المحتويات والمضامين وواطنها. أما المسار الثاني فهو الأساسي والجوهري، حيث تكون اللغة عبر هذا السياق ذات قيمة ثقافية في حد ذاتها، ونحن ندرك اللغة في نظرنا بملامح ثقافية صرفة جدا يتم عبرها التعبير عن مضامين ثقافية مميزة أخرى لدى أفراد مجموعة الناطقين بهذه اللغة.
كما أنها تشكل الطابع الذي يعبر عن هوية الناطقين بها. وهكذا هو الحال بالنسبة للغة العربية، إلا أنه ثمة مجال للتأكيد على انفرادية اللغة العربية، إذ أنه على خلاف اللغات الأخرى السائدة في إسرائيل تعتبر اللغة العربية لغة أقلية قومية ذات ملامح هوية مميزة تنتمي إليها اللغة العربية. لذا فليس من الغريب أن تعلو هنا مسألة لغة الأقلية العربية في سياقات مختلفة، وهي تتصاعد هنا فعلا. إن التشخيص الذي ليس من السهل إجراءه دائما بين العناصر الأساسية الجوهرية والعناصر الوظيفية في اللغة العربية يعتبر أمرا تافها غير ذي بال. وإذا أجرينا فحصا عميقا نجد أنه تنطوي على هذا التشخيص أهمية قضائية، ويمكننا القول أن وجهة النظر العامة في حيثيات قرارات المحاكم تظهر اعتبار العناصر الأساسية في اللغة العربية بأنها ذات علاقة وصلة في مجال الحقوق الجماعية، بينما تعتبر العناصر الوظيفية ذات صلة مع الأفراد ومع قدراتهم على التعامل بلغتهم الأم. قد يكون التشخيص المذكور ناجما عن مسألة نوعية السلطة الجديرة بالتعامل مع القضايا المتنوعة الناجمة عن مكانة اللغة العربية المترابطة بها. وهكذا يخيل لنا على سبيل المثال أن مسألة الاعتراف في الرموز الثقافية لدى مجموعة عرقية قومية لا تعتبر إشكالا في الاعتراف بها في الأجهزة القضائية، على عكس ما هو الحال بالنسبة للأجهزة السياسية الديمقراطية، بينما نجد أن ثمة حالات يتطلب الأمر فيها تسهيلا في خدمة المرافق فيما يتعلق في اللغة الأم لمن يحتاج هذه الخدمة، إذ يتبين له أن المحاكم في إسرائيل تتقبل التدخل وتقديم العون اللائق. ويبدو أن هذا التشخيص لا يبدو بالضرورة واضحا وبارزا، إلا أن النظر في معظم الملفات التي تناولت مسألة مكانة اللغة العربية والتي تتم التداول بها في أروقة المحاكم الإسرائيلية تؤكد على الوجه الوظيفي للغة باستثناء الدعوة التي قدمتها عدالة لمحكمة العدل العليا والتي سأشير إليها لاحقا، حيث تناول معظم القضاة من خلال هذه الدعوة الوجه الأساسي بالنسبة لتعريف هوية وثقافة اللغة العربية، إلا أنه تمت هناك الإشارة إلى العناصر الوظيفية بالنسبة لقدرة الفرد على تدبر نفسه في البيئة التي يتحرك بها حتى لو أنه لا يقيم ويسكن فيها عمليا. ليس بالإمكان الحديث عن مكانة اللغة العربية دون أن نستهل بالنصوص القانونية التي تمنح اللغة العربية بناء على مسالك واتجاهات معينة إلى جانب اللغة العبرية مكانة لغة رسمية في إسرائيل. إن المصدر المعياري الوحيد الذي يتطرق إلى هذا الموضوع له صلة وارتباط بالمادة رقم 82 من المرسوم الملكي في مجلسه التشريعي عام 1922 تحت عنوان اللغات الرسمية المحددة بما يلي: جميع المراسم الإعلانات والاستمارات الرسمية الصادرة عن الحكومة وجميع إعلانات السلطات المحلية والبلدية في المناطق التي يتم تحديدها بموجب أمر احترازي من طرف المندوب السامي تنشر باللغة الإنجليزية والعربية والعبرية، ويؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في جميع الأنظمة والقوانين التي يسنها المندوب السامي، حيث يتم استعمال اللغات الثلاث في الدوائر الرسمية، في الدوائر الحكومية وأروقة المحاكم. أما إذا حصل أي تناقض بين النص الإنجليزي في أي مرسوم أو إعلان واستمارة رسمية
وبين النص العربي أو العبري، فلا بد من العمل بناء على النص الإنجليزي. تبنى القضاء الإسرائيلي المادة 82 بموجب مرسوم أنظمة السلطة والقضاء لعام 1948، ومع ذلك تم في إطار المادة 15 ب لهذا المرسوم إلغاء استعمال اللغة الإنجليزية، وظل الالتزام باستعمال العبرية والعربية ساري المفعول. ثمة من يعتقد أن إلغاء واجب استعمال اللغة الإنجليزية والحفاظ على الالتزام باستعمال اللغة العربية يشير إلى اعتراف المشرع آنذاك برسمية اللغة العربية في إسرائيل. وثمة من يعتقد من الناحية الأخرى أن المادة 82 المذكورة تفتقر إلى القوة المقياسية التي ينسبونها لها، وسوف أحاول فيما يلي أن أقف على مفاهيم ووجهات النظر عبر قرارات المحاكم التي أعرضها أمامكم. إن مسألة اللغة العربية، مكانتها وموقعها والالتزامات الناجمة عن هذه المكانة، قد حظيت بنقاشات قضائية من خلال عدد من قرارات المحاكم. ومن أكثر الملفات أهمية بالنسبة للغة العربية التي تم مداولتها في أروقة محكمة العدل العليا تلك القضية التي التأمت وجرى فيها النقاش، الدعوى رقم 2114-99 التي قدمتها مؤسسة عدالة المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية ضد بلدية تل أبيب يافا، بلدية الرملة، بلدية اللد، وبلدية ناصر العليا، حيث جرى من خلالها البحث والنقاش حول التزام تلك البلديات التي تقيم في تخومها أقلية عربية على استعمال اللغة العربية إلى جانب العبرية في جميع اليافطات. وقد تقلصت معايير الخلافات بين الأطراف واقتصرت على الأحياء في تلك المدن المختلطة التي لا يقيم فيها العرب. تباينت مواقف القضاة في هيئة القضاء سواء كان ذلك بعامل النتيجة أو بتعليلاتها. كان رأي رئيس هيئة القضاء الرئيس أهرون باراك آنذاك أن ثمة ضرورة حيوية لاستمرار تعليق اليافطات ومواصلة الكتابة عليها باللغة العربية، وكان قد أصدر حكمه هذا انطلاقا من عامل التوازن بين الأهداف الأساسية وتفعيل تحكيم العقل لدى هذه السلطات من ناحية، ومنطلق صلاحياتهن المتاحة لهن في المراسيم البلدية نص جديد لعام 1964. ويقول الرئيس باراك بهذا الصدد ما يلي: يبدو لي أنه يجب من خلال هذا التوازن إتاحة وتمكين الكتابة بالعربية إضافة إلى العبرية على يافطة البلدية. ينبع هذا الاستنتاج من ناحية بسبب الوزن النوعي الذي يجب أن نعطيه للقيم المتعلقة بحق الإنسان في لغته بمساواته والتسامح معها، ومن ناحية أخرى ينبع هذا الاستنتاج من انعدام المساس بمكانة اللغة العبرية العليا والأخذ بعين الاعتبار ضآلة المساس الناجم عن استعمال العربية في اليافطات البلدية لقيمة التضامن القومي بتوحيد الصفوف ولتعريف الدولة ذات السيادة. نستطيع أن نرى هنا أن الرئيس باراك لم يتجاهل واجب السلطات المحلية تجاه المادة 82 في المرسوم الملكي. يبدو أن القاضية داليا دورنر اعتقدت أيضا أن من واجب السلطات المحلية أن تشمل في يافطاتها الكتابة في اللغة العربية، إلا أنها تسويغاتها تختلف عن تلك التي تناولها الرئيس أهرون باراك. إن وجهة نظر القاضية دورنر أنه يجب أن يكون للسياق التاريخي ولقوانين إضافية وهي البيئة القانونية التي يتم بإطارها تنفيذ المادة 82 تأثيرا على تفسير هذه المادة، من منطلق أنها تمنح اللغة العربية مكانة لغة رسمية. وفقا للقاضية دورنر يجب تفسير المادة 82 أولا
على خلفية القوانين التي تمنح الأفضلية للغة العبرية، ولكن دون تجاهل أن اللغة العربية لم تعد بعد واحدة من الجاليات التي تسيطر عليها بريطانيا، إنما هي لغة الأقلية التي ورد عنها في وثيقة الاستقلال الوعد كما لسائر المواطنين بحرية اللغة والتعليم والثقافة. أما الاستنتاج الذي توصلت إليه قاضية دورنر نص على ما يلي: بينما اللغة العبرية تعتبر اللغة الرسمية الأولى لدولة إسرائيل كونها اللغة القومية للأغلبية، فمكانة اللغة العربية كلغة رسمية بناء على المادة 82 التي تم تعديلها تهدف ضمان حرية اللغة الدين والثقافة للأقلية العربية. أما القاضي ميشيل هيشن فقد اعتقد أن الالتماس يطالب بالاعتراف بالحقوق الجماعية الثقافية للأقلية العربية، حقوق اللغة، في حين أن موقف القضاء في إسرائيل لا يعترف بالحق الجماعي، الحق الذي يواجه واجب العمل والسعي من أجل تنمية الهوية التي تميز مجموعة معينة من السكان. لقد اعتقد القاضي هيشن في هذا السياق أن هذا الالتماس ذات طابع سياسي ولا مجال لقبوله. وفي إطار قرار آخر للمحكمة العليا الذي تداول العلاقة بين اللغة العربية واللغة العبرية، وفي هذه المرة حول نص إعلان نشر على يافطة الإعلانات البلدية، حيث تم النقاش حول مدى سيران مفعول قانون محلي يفرض كتابة النص باللغة العبرية بالمشاركة مع لغات أخرى أرادها الناشر على لوحة إعلانات ملصقة على لافتة إعلانات البلدية، حيث حسمت القضية من منطلق حرية التعبير والتوازن المستحق فيما بينه وبين اعتبارات عامة ناجمة عن رسمية اللغة العبرية. حددت المحكمة بأن الفرد حين يطالب بالتعبير عن نفسه بواسطة تعليق يافطة إعلان وتتسم مهمة السلطة بتحقيق هذه الرغبة في إطار منصة عبر إحدى اليافطات المخصصة لمثل هذه الفعاليات، فلا بد من تفضيل حرية التعبير المطلوب بناء على اعتبارات مصلحة اللغة الرسمية أو الملمين فيها. وفي سياق آخر تم فيه تقديم طلب لمنح إذن للاستئناف على قرار المحكمة المركزية، جاء فيه أنه بحكم سريان مفعول رسمية اللغة العربية كان من المفروض ترجمة النماذج والاستمارات الرسمية بما في ذلك استمارة الاستدعاء للمحكمة ولائحة الاتهام التي تقدم ضد السائقين عند تلبسهم وهم يقودون السيارة تحت تأثير الكحول. ولتفسير عدم مثول المتهم في هذه القضية أمام القاضي، ادعى أنه لا يجوز اعتباره مطلوبا للمحكمة لأن استمارة الاستدعاء لم تترجم إلى اللغة العربية. لم يكن هذا الادعاء صحيحا في ظروف هذا الحال، إذ تبين لي أن المتهم كان يعلم باستدعائه، وتبين لي أيضا من هذا المنطلق أن ادعاءه لم يكن صحيحا. وفي سياق قراري أشرت إلى ما يلي: كلفت هذه المحكمة أكثر من مرة بأن تبحث وتناقش مسألة مكانة اللغة العربية الرسمية. يعتبر هذا الإجراء في هذه القضية إجراء جنائيا، إذ يبدو أن قيمة اللغة تتضخم وتحظى بأهمية بالغة، سواء كان هذا الأمر ناجم بشكل مباشر من خلال حق الإنسان بلغته أو من خلال حقوق المتهم في القضايا الجنائية، حيث يهدف فيما يؤول إليه إلى ضمان نزاهة الإجراءات. ومن هذا المنطلق يتم التأكيد بأن كرامة المتهم لن يضحى بها على مذبح المصلحة العامة، وهي التي تسعى الإجراءات الجنائية إلى تحقيقها. لذا فإننا نبدي اهتماما بحق إضافي، ألا وهو حق المتهم بأن يتفهم الإجراءات المتخذة بحقه، ليتحقق هذا الإجراء عبر تمثيل المتهم بمحام يكون بوسعه أن يشرح له هذه الإجراءات ويتيح له أن يفهمها.
ويتجلى هنا المنطق الكامن بضمان تواجد مترجمين عند الحاجة، إذ أن الغاية المبتغى منها فهم وإدراك المتهمين الذين لا يجدون اللغة العبرية. ومن هنا تبدو قدرة الفرد المعرض للإجراءات القانونية على تفهم هذه الإجراءات ذات الأهمية القصوى، على الأخص إذا كانت هذه الإجراءات جنائية. ثم قرار آخر أصدرته هذه المحكمة، هذه المرة المحكمة المركزية في الناصرة. لقد تناول هذا القرار مسألة على عاتق من يقع عبء ترجمة المستندات والوثائق المطروحة في إطار الإجراءات من اللغة العربية إلى اللغة العبرية. بعد أن استعرض القاضي قراره الذي يتناول مكانة اللغة العربية وموقعها، وبعد أن تعذر عليه العثور في قانون أنظمة الإجراءات المدنية على بنود تفرض واجب ترجمة المستندات من اللغة العربية إلى العبرية، توصل القاضي إلى استنتاج أن سريان مفعول رسمية اللغة العربية وعدم إلقاء مسؤولية ونفقات ترجمة هذه المستندات على عاتق الطرف الذي يقدمها باللغة العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف قد جرى تداوله في المحكمة المركزية، ولم تعرض هذه القضية أمام محكمة العدل العليا بعد، وقد تطرقت لهذا القرار لمجرد وصف الأوضاع السائدة آنذاك. بعد أن تناولت مكانة اللغة العربية وأثرها وموقعها ومدى رسميتها من ناحية القضاء في إسرائيل، حري بنا أن نلقي نظرة موجزة بالنسبة لعالميتها وموقعها وجذورها إقليميا وكونيا. تعتبر اللغة العربية واحدة من أهم اللغات العالمية الحضارية العريقة انتشارا وشيوعا، حيث يبلغ عدد الناطقين بها بما ينوف عن 1 مليار إنسان. تعود جذور هذه اللغة إلى ما قبل القرن 9 قبل الميلاد، وإلى ممالك العربية مثل حمير والأنباط والتتابعة والمناذرة وكندة والقبائل العربية أيام عاد وتمور والقحطانيين والعدنانيين والمضريين الحجازيين. تنتمي اللغة العربية إلى اللغات السامية كاللغة البابلية والأشورية والآرامية والعبرانية والفينيقية والحبشية والسريالية. انتشرت في الجزيرة العربية مهد اللغة العربية لهجات ونكنات قبائلية عربية عديدة، منها لهجات لغة الجنوب الحميرية، ولكن اللغة المضرية لغة قريش والحجاز ازدهرت وتطورت بعد الميلاد إلى حد بعيد، فتكونت اللغة العربية المثالية النموذجية الخالية من العيوب، وانصهرت فيها جميع اللهجات الغربية، فانتشرت وشاعت مجالس الأدب ومؤتمرات وأسواق الشعر والخطابة، واشتهر عمالقة الشعر وأصحاب المعلقات المشهورة التي كانت تلقى وتعلق بسوق عقاض. امتازت اللغة العربية بثروة واسعة من الألفاظ والمفردات والتعابير وبحور الشعر والصرف والنحو، ثم أنزل من السماء القرآن الكريم على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، لغة الوحي والإيمان، في قمة البيان والإعجاز والبلاغة والفصاحة. فغدت لغة القرآن مفخرة اللغة العربية، إذ يؤمن برسالة القرآن الكريم اليوم 1.5 مليار من البشر. فجمع القرآن الكريم ووحد الناطقين باللغة العربية وحافظ عليها وعلى جذورها واستمراريتها، كما أصبحت اللغة العربية على جذور اللغات السامية والتدقيق في صحتها رغم اندثارها، ولم يتبقى منها سوى الآثار السريالية والأرامية، كما ظلت اللغة العبرية على قيد الحياة وهي عميقة التواصل والتشابه الكبير مع اللغة العربية، والتي احتفظت بكامل حروفها 28 مقابل 22 حرفا في اللغات السامية بما فيها اللغة العبرية، والتي عانت من الشتات بعد خراب بيت المقدس والهيكل، واغتنم علماء اللغات السامية العريقة أسلوب الرجوع إلى اللغة العربية لفحص ما طرأ من ضياع في جذور تلك اللغات.
يبرز الشبه بين العبرية والعربية إلى حد بعيد، لأنهما تحملان نفس جذور الرئيسية، ثلاثية الحروف في أفعالها والتشابه بمقطع المثيل في التصريف والضمائر والأرقام وأسماء أعضاء الجسم وأسماء أفراد الأسرة والأسماء ذات الصلة بالمعتقدات السماوية وأسماء المزروعات والفاكهة والخضار والقطنيات وأسماء الحيوانات وغير ذلك الكثير. ساهم القرآن الكريم في الحفاظ على اللغة العربية وعمل على توحيد الشعوب العربية في اللغة الفصحى، فإن كان لكل قطر ولكل بلد لهجة شعبية عامية حتى وإن كان فيها الكثير من الشبه، فإن جميع البلدان العربية تستعمل اللغة العربية الفصحى في إذاعاتها وصحفها وكتبها وأدبها. وحتى الشعوب الإسلامية التي لا تنطق ولا تتواصل باللغة العربية فإنها تصلي وتقرأ القرآن الكريم والحديث الشريف باللغة العربية الفصحى. شهد العالم العربي الإسلامي ازدهارا أدبيا ولغويا وفقهيا، فأقيمت المدارس ومعاهد العلم بمختلف المستويات. ففي العصر الجاهلي ظهر عامليقة الأدب واللغات بالمعلقات والأمثال والخطابة، وفي العهد الرشيدي الأموي ظهر كبار الأعلام بالشعر والأدب. أما في العهد العباسي فبلغ الازدهار الأوج والقمة، فشاعت قصص ألف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، ومؤلفات الجاحظ وأبو العلاء برسالة الغفران ومقامات الحريري والهمذاني وأغاني الأصفهاني والقواميس والعقد الفريد، وكنوزا أدبية لا تعد ولا تحصى. أوصلت الإبداعات العربية إلى أوج النهضة والازدهار والمجد، فأخذ الغرب الكثير من هذه الكنوز ونقلها إلى اللغات، ولعب الاستشراق دورا مميزا في إحياء وازدهار اللغة العربية ودراساتها. وأصدر علماء الاستشراق أبحاثا ودراسات قيمة في شتى أنحاء العالم وفي إسرائيل أيضا، ألقت الأضواء على كنوز اللغة العربية وأدابها. وبرز في العالم العربي أعلام وأدباء وعلماء وشعراء ترجمت إبداعاتهم إلى عشرات اللغات، وحازوا على جوائز أدبية عالمية على مؤلفاتهم. وكان الروائي العربي المشهور المرحوم نجيب محفوظ من بين الذين فازوا بجائزة نوبل للأداب عام 1988. الحديث عن مكانة اللغة العربية محليا إقليميا وعالميا يطول ويطول، وما يقال فيه يتسع لعشرات المجلدات، وإنني أكتفي بهذه اللمحة القصيرة مجرد غيض من فيض، إذ أن الشعوب التي تضاهي اللغة العربية حجما وكما وانتشارا وعلو شأن قليلة. فاللغة العربية هي كما ذكرنا لغة التخاطب لمئات الملايين من الناس، وهي لغة الوحي بقرآنها الكريم، ولغة العلم والثقافة والحضارة والإبداع والفكر الرقي الأصيل. ومن هذا المنطلق جدير بأن تعطى اللغة العربية مكانتها المرموقة التي تليق بها لدى مؤسسات الدولة وقطاعاتها العامة وهيئاتها التعليمية، وأن يعمل القائمون على الدعم ونشر وتعليم العربية في المدارس العبرية والجامعات تهيئة لحلول السلام المنشود بين الشعبين العربي واليهودي أصحاب أقرب اللغات والجذور والمعتقدات مقارنة وتشابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. אני מבקשת להודות לכבוד השופט ג'ובראן על ההרצאה המלומדת והמעניינת. למדנו רבות. תודה רבה לך שקיבלת אותנו בנוכחותך. مرة أخرى شكرا لسعادة القاضي سليم جبران على حضورك ومشاركتك. نحن ننتقل مباشرة إلى الجلسة الأولى. أدعو البروفيسور محمود غنايم لرئاسة هذه الجلسة وتقديم المشاركين.